السلام عليكم، مساء الخير. نظرا لكثرة الطلب على التطبيقات اللي تحمل الفيديوهات والصور والPDF وغيره من روابط، أبى أنزل لكم كم تطبيق استفيدوا منه. التطبيق الأول اسمه يلا نحمل، اللي هو هذا. فكرته سهلة جدا، بس تنسخ الرابط وتضغط هنا فقط يروح الاستوديو. أيضا لو هذا مثلا مقطع فيديو بتويتر، أضغط عليه ضغطة مطولة، بعدين أقول له فتح في سفاري وخليه لحد ما يفتح بسفاري. نجي نقول له نسخ الرابط، اختيار الكل، بعدين قص، ونروح للتطبيق. بعد ما تعطيها اضغط هنا بتلاحظ انه يحمل، راح ينزله لك في البوم الكاميرا مباشرة، وبنشيك عليه. كذا حمل معنا، نطلع نروح لبوم الصور، نلاحظ الفيديوهات هنا موجودة. هذا هو لك اليوتيوب، نفس الفكرة، تحط نسخ الرابط، بعدين تروح التطبيق وتضغط هنا، ونلاحظ انه جالس يحمل الان. طبعا صور، فيديو، PDF، اي شيء موجود تحت رابط يحمله لك وينقله استوديو. ونروح لما الاستوديو ونحصل مقطع الفيديو هنا موجود. التطبيق الثاني نفس الفكرة، ولكن يحمل لك صوت برضو، صوت وفيديو، اللي هو هذا. سبيل المثال المقطع اللي قبل شوي نسخنا رابطه، أدخل هنا وإما ألصق رابطه هنا أو أحط تحميل الرابط المنسوخ بدون لصق كذا. بعدها راح يجيب لي المقطع، طبعا بيخيرني إما حفظ فيديو عادي أو فيديو بـ HD أو صوت فقط. أنا بقول له صوت فقط. راح نحصل هنا بالتحميلات، نضغط عليه راح نحصل أنه جالس يحمل المقطع فيديو. بعد ما يحمله بنحصله في مكتبة الملفات هنا. وإذا دخلت على مكتبة الملفات وضغطت عليه بيجيك إما تشغيل طبعا بدون نت، أو مشاركة وإعادة تسمية أو حذف، وهكذا. راح أنزل لكم صور التطبيقين هذولي بعد السنابة هذه، حملوها، التطبيقات جدا مفيدة.